سواء كنت مصور فوتوغرافي أو مؤلف كتب، سيناريو أو حتى فكرة، أكيد بتتفاجأ لو لقيت شخص ينسبها لنفسه، والأمر من كذا لو لقيته يبيع هذه الفكرة ويترزق على تعبه. الملكية الفكرية بكل بساطة هي نتاج العقل البشري من إبداعات، سواء كانت هذه الإبداعات ناتجة عن مجالات الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية أو حقوق المؤلف أو كذلك الدارات المتكاملة. خطورة التعدي على الملكية الفكرية في الأساس، التعدي على حقوق الملكية الفكرية هو مخالف لأنظمة الملكية الفكرية، كذلك هناك أثر على المستخدمين في خطورة التعدي على الحقوق الملكية الفكرية، من خلال ممكن يكون يسهل عملية اختراق الأجهزة أو البرامج. أيضا هناك أثر على مستوى الاقتصاد من حيث يقلل من الإبداع، وبالتالي احترام حقوق الملكية الفكرية راح يجعل هناك عندنا بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، سواء كانت الاستثمارات المحلية أو الأجنبية. وش خطورة استخدام برامج وأنظمة تشغيل غير مرخصة؟ لها مخاطر جدا 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 كثيرة. تثبيت نظام غير مرخص راح يسبب لك مشاكل. بعطيك مثال، يعني هذا اللي قدامك مثلا هو الثينك بوك من شركة لينوفو. الآن لما تفتح الجهاز راح تلقى عليه طبعا انه نظام ويندوز وشكل رسمي ثبت عليه كل شيء وكل امورك تمام. لكن لو ثبت نظام غير مرخص وش ممكن تفقد؟ اولا راح تلقى الووتر مارك اللي هي العلامة المائية تثبت انه هذا النظام غير مرخص. الشغلة الثانية راح تفقد بعض الإعدادات اللي ما تقدر تعدلها أو تسويها من نفس النظام. ضيف عليها والأخطر الحين، ما هذه بشيء بسيطة، لكن الأخطر أولاً راح تفقد التحديثات، وبعض التحديثات فيها ثغرات سد لثغرات الأمنية، واللي ممكن تعرض جهازك بكل بساطة للاختراق، الوصول إلى بياناتك الشخصية وغيرها من الأشياء اللي لا يحمد عقبها. كلنا جزء من هذا العالم الصغير، والمنفعة في النهاية بترجع لنا كلنا، ولأننا في دائرة متصلة. دورك أساسي، ولأنك أنت الأهم.